اهلا بكم اخوة الاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا اخوكم يوسف، نحييكم هنا من سنتاندير عاصمة كنطابرية وشمال اسبانيا. تحية للمتتبعين والمتتبعات ديالنا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لا في تيك توك لا في يوتيوب. المهم غير للاشارة، درنا واحد القناة في تيك توك سميتها يوسف الشومي. المهم اللي بغى يدخل يشرفنا فمرحبا به، عندنا في القناة ديالنا في تيك توك، غادي نلوحكم في الديسكريبسيون القناة، تلوح فيها الفيديوهات هي وكذا. قصار فدا بعض المرات نصائح، نقدروا نهضروا في شي موضوع. المهم اللي بغى يشرفنا يدخل، وحتى الناس اللي في التيك توك راه بغى يوصلوا لهذا الفيديو، فراه عندي قناه في اليوتيوب سميتها ايريد اش نيوز. اللي بغى يشرفنا يدخل تما، فلوجات وتما كلشي. الناس راه اللي عندي في اليوتيوب راه عارف اللي كاين. المهم اول حاجه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا البرد هذا الجو صراحه مبرد هنا في سانتاندير بزاف، ما دابا تقريبا شي 4 ديال الدرجات عتكون صابت في الجبال، الدنيا بايضه في الجبال وكذا، الجو زوين صراحه واخا البريد. المهم اليوم الاخوان والاخوات جيت نعطيكم بعض النصائح اللي ممكن انها تنفعكم الى جيتوا حارقين في اسبانيا، جيتي لهنا لهاد البلاد هذه. فنعطيك بعض النصائح، لان في الاول يعني ما غاديش تقدر دير بادرون او بادرونامينتو مره بادرون. المهم شهاده باش الناس تفهم، باش اللي تقول له بادرونامينتو تقول شنو هي هذه، مسكين السيد يلاه جاي ما عارفوها كيسمع بادرون. المهم البادرون بادرونامينتو ام بادرونامينتو هي البادرونامينتو هي شهادة، يعني شهادة ديال السكن كديرها في شي دار في البلدية اي طبيب. فانت اول جيتي اول مرة هنايا كريتي بيت، ما بغاش مدة ديال شهادة السكن، تقول كان كريت البيت ولا شهادة السكن هكذا. يعني انت كتفكر كتقول اودي كيفاش غندير لي بروف بروفات، يعني داك الدليل انك انت هنا، يعني داك الوراق اللي معك دا ما يثبت انك دخلتي في يعني في 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 التاريخ الفلان فلاني الاسبانيا. فغنعطيك بعض النصائح، شي حوايج تقدر ديرهم وتخبعهم، تخبع يعني كيكونوا كدليل انك جيتي لاسبانيا قبل ما دير البادرا، يعني الى درتي البادرا مزيان تبارك الله خير كاع احسن، لانك تولي مسجل في الايونتامين طبعا، كيكون عندهم لي ستوريك ديالك، يعني ما تمشي بعد السنين يكون عندهم لي ستوريك ديال البادرونامينتو، كيقول لك شي واحد الورقه فيها كل شيء كاع كاع ديك البلديات اللي دزتي منهم فيهم مسجل، يعني عندك شهاده مزيانه. ما قدرتيش ديرها في 4 شهور 5 شهور الاولى، غنوريك شي حوايج اللي يخليوك ما تضيعش هذيك 4 شهور في الخوا. اول حاجه ضروري يعني ما تمشي تسجل في الجمعيات، الجمعيات كثار، كاين كاريطاس، كاين كروس الروخا، كاين يعني بحال دابا هنا واحد الوحده سميتها كانطابريا كوخي 14 كيلومتروس، بزاف حتى في كاتالونيا كاينين جمعيات خاصة في كاتالونيا، في كاع البلايص بايس باسكو جمعيات. ملي تمشي للجمعية أي حاجة عطوها لك، أي ورقة عطوها لك لا ديال الجمعية فيها سميتك كذا خبعها، يعني هذيك الورقة راه في حد ذاتها راه واحد البرو، هذيك واحد البروفا، هذيك في حد ذاتها يعني حتى هي راه دليل الوجود ديالك هنا في اسبانيا. شدها، ننصحك دير واحد الكلاسور كبير، خليه اي حاجه درتيها حطها فيه، اي حاجه فيها السميه ديالك، يعني كوريو جاك مثلا من شي بلاصه اخرى، شي واحد صيفط لك شي باكيت مشيتي تجيبو، عطاوك الريزوارد وخبعو اي حاجه. المهم الجمعيه غتشيل الجمعيه هذه، تقدر تعطيك الماكله، داكشي ديال الاليمنتوس، درت الكايطاس، يعطوك العصير، يعطوك الحليب كذا. المهم درت شي كيعطوك واحد الروسي، يعني واحد اللعيبه كتعطاك يقول لك نهار فلان فلاني غتجي عندنا، هذيك خبعها، هذيك مهمه. حاجه اخرى القرايه، كتدخلوك تقرا مثلا عندهم هما مثلا مره كتدخل تقرا من 9 ل 11 كذا، هذاك عطلو معطوك الروسي ولا يعطوك دليل انك معاهم، كتشدو حتى هو كتخبعو. مثلا درتي معاهم شي اكتيفيتاس كدا وعطاوك شي ورقه خليها عندك حتى هي خبعها، تعتبر بروفا. حاجه اخرى تقيد في الكوزينه ايكونوميكا، واخا انت تطيب في دارك وكدا تقيد في الكوزينه ايكونوميكا. هاد الكوزينه ايكونوميكا عفوا هي كما تسمى المطعم الاقتصادي، كتمشي كتاكل فيه كتفطر فيه، كتبدا تفطر مع شي 9 تقريبا 9 ونص 10 لاروب، الغداء عاوتاني تا هو كذلك مع الوحده لاروب بحال هكا. المهم كل كوزينه عندها وقتها على حسب المدن، والعشاء كيكون بالعشيه مع داك 8 لاروب 8 7 ونص بحال هكا، كتفطر كتغدى كيعطيو داك الشيء. المهم ما نقولوش زوين ولكن بخير،
كتوك بريميرو سيكوندو مره مره بوستر دانون كدا مهم بخير كتاكل كتشرب مزيان وفي نفس الوقت كل شهر ديك الكارطه ديال الكوزينه اللي كيعطيوك وفي ديك الفيرما كتشتفيرمي كل شهر انك باقي في كوزينه ايكونوميكا وكتدخل وتخرج كتخدم كتاكل فيها وتشرب هذه حتى هي بروفا غتشدها غتخبعها حتى هي مهمه بزاف بالنسبه لك ما تنساش هذه القضيه حتى ورقه ما تفرط فيها اي ورقه كارطه كما كانت اي حاجه يعني كما بغات تكون خبعها ترخيطه ديال كاريفور شي درتي الترخيطه ديال كاريفور مثلا ديك الترخيطه اللي تدار ديك الكارطه ديال كارفور كتقول عطينا الديني ولا الباسبور ديالك نقيدوك ولا النمره هذيك وسميت حتى هي شدها دير لها فوتوكوبي وحطها عندك في داك الكلاستيك لان هادشي مهم ومهم بزاف بزاف الناس كيقول حيد عليا هذه ورقه لوح المهم والبادرونامينتو لا ما تفكرش بهذه الطريقه هذه لان في الاخر غيطلب منك تدفع واحد الدوسي كبير كون ما دفعتي بروفات اكثر كون ما احسن مهم حاجه اخرى ضروري تمشي تقلب على شي سونتر يكونوا دي سونتر سنترو ديال الايديوما يكونوا ديال بحال دابا هنا في سانتا ديال عندنا سكولا بيردي في سنترو سيفيك هنايا تمشي تقرا انت تقيد تقرا الماتيريال تمشي على حسب كل كومونيتي كيكون ضروري هذا السنترو ديال اللغه 5 اورو 6 اورو باش تبدل الماتريكولاسيون دوزها في واحد الكوينتا كدير لهم انجليزي وكتاخذ الريزد واردو هذاك الريزد واردو هو خبعو وتبقى تقرج مره في السيمانه قرايه زوينه صراحه بروفيسيونال كنو بروفيسوريس كيقراو تقريبا ولا واحد ربع د السوايع في السيمانه تقريبا ست سوايع في السيمانه جوج مرات ثلاثه في ثلاثه يعني تقدر تقرا اثنين ولا اربعه تقدر الثلاث والخميس اثنين والجمعه مهم كتقرج مرات كتختار يا اما العشيه يا اما الصباح اول حاجه كيديروا لك واحد التيست كيشوفوا النيفو ديالك في الإسبانية ومع كي دخلوا تقرأ هذه هي مهمة يعني هذه خبعها عندك ريزد واردو خليها عندك أي حاجة درتها خليها عندك في هذا المجال هذا لأنه تهو بروفا أوفيسيال حيث فيها السمية والكنية ديالك وأنك مسجل وكتشي تقرأها وكل شيء يعني هذه المسائل هذو الإنسان خصو يرد لهم البال يعني مهمين ومهمين بزاف ثالث حاجة قطعتي شي بي ديال الكارت بسميتك حتى ندخل مثلا الألفا ولا الرينفي كيعطيك قد تقيد سميتك مثلا يوسف فلان ولا ربيع العلاوي ولا بحال هكا المهم الكنيه السميه والكنيه ديالك ديما قطع بها باش تخليها عندك كبروف حتى هي تقدر تنفعك مستقبلا الوراق اللي يعني ديال الترونسبور اللي ما فيهوش السميه والكنيه غلو لان ما مهمينش اي حاجه كما كنقول لك اي ورقه فيها السميه والكنيه مزيان وهادشي راه ماشي غينفعك حتى بروفات اللي درت لك ولكن غينفعك حتى يعني باش تطور راسك في ديك المدينه اول حاجه انت تهنيتي من الماكله نقصتي لك واحد شويه المصروف انك تاكل في كوزينه وكذا ثاني حاجه انك كتقرا اللغه شيء مهم نفس ما ما عندك اللغه ما عندك والو باش نتفاهموا لو غادي تشغل تقلب على راسك في وسط القهاوي باش تقلب تسول الناس تما اللي جالس في القهاوي الشراف هنا وكذا باش تدبر على خدمه راه ما عندكش اللغه راه ما يهضر معك حتى واحد تقلب لهم تهضر بيدك ما يمكنش هذه المساله راه مهمه بزاف مهم هادو كانوا بعض الحوايج اللي نتقاسمهم معكم بزاف الناس راه ما كيعرفوهمش هاد المسائل هادو فقلت ما فيها باس ندير واحد الفيديو بحال هكا نذكروا الناس وخافيت لي درت شي واحد بقى لا شي مده دابا شي عامين باش بدات القناه قلت انا نعاود ندير واحد اخر هذا مكان كان معكم خوكم يوسف نحييكم من قناتكم اجد اش نيوز ومن تيك توك حتى هو ديالي اللي غنلوح في هذا الفيديو تحياتي لكم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.